ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال والسعادة والنشاط على عيونكم. يلا بقى قوموا كده اتنشطوا واعملوا كده زي التلاجة بتاعتكم. انا قمت النهاردة علشان انضف التلاجة بمناسبة كده دخول الشتاء علينا، نمسك حاجة حاجة في البيت والولاد بيروحوا المدرسة، نقوم الصبح كده نظبط كده حالنا. قمت غسلت التلاجة بتاعتي زي ما انتم شايفين. قبل كده انا غسلت، عملت لكم الفيديو بتاع غسل التلاجة بغسلها بايه، واهم حاجة نرش فيها الخل، اهم حاجة عشان نمنع اي روايح وتفضل ريحتها حلوة وجميلة. كل ده فكيته وكل ده غسلته ورجعته تاني ونشفتها كويس جدا ومبدلقش فيها مية ولا اي حاجة. هنبتدي بقى نرص الخضار بتاعنا، وهقول لكم انا بظبط التلاجة بتاعتي على درجة حرارة كام في طول الشتاء. تمام. طبعا انا نظفت الجزء اللي فوق، انا كده كده كنت اوريدي منظفاه، فاللي هو بتاع الفريزر، انما اللي تحت ده كنت سايباه لوحده، ما بعملش الاتنين مع بعض. وغسلت الادراج وظبطت كله وكله تمام. يلا بقى نرص كده ونشوف كمان طريقة حفظ الخضار هتكون ازاي. اوريكم ازاي نرص الخضار في درج التلاجة، عشان ناس كتير قوي قالوا لي ان احنا ما عندناش المنظمات بتاعة التلاجة اللي انت بترص فيها دايما، فعايزينك تورينا ازاي بنرص في باب التلاجة والحاجة برضو ما تبص. اهم حاجة يا جماعة بصوا، ان التلاجة بتاعتك تكون درجة الحرارة بتاعتها كويسة جدا، لان لو هي ما بتوصلش الحرارة للادراج الحاجة عندك هتبوظ. فلازم تكوني فاهمة ان التلاجة لو كفاءتها كويسة الخضار هيقعد معاكي 15 يوم بالطريقة اللي انا بعملها دي. لو الكفاءة بتاعت الخضار بتاعتك ما بتوصلش السقوعية للدرج بتاع التلاجة كويس، فكده كده الحاجة كده كده اوريدي هتبوظ. تمام. فدي لازم تكوني مقتنعة بيها، ان العيب من عيب التلاجة مش من عيب ان انت بتحفظي الحاجة ازاي. اول حاجة جبت معايا درج التلاجة لازم يكون ناشف كده اهو. انا هنحط مش هنحط مناديل النهاردة، النهاردة هنحط ورق. تمام. ده ورق دشت، دشت مش عارفه بقى فاهمين يعني ايه دشت ولا لا، يعني ورق مطبوع المفروض وبايظ يعني اهو. فده عندي بلف بيه الحاجه وبعمل بيه، فانتوا بقى اي بقى ورق عندك اي ورق حطيه. هبتدي ان انا احط الحاجه بتاعتي بتاعت الخضار بتاعتي. سيان اهو، عندنا البتنجان العروس ده، البتنجان الرومي هو اللي ليه لفه لوحده، البتنجان الرومي هو اللي ليه حاجه لوحده. تمام. ولازم كده نرصه ما نرميش، تعبي بس شويه عشان الحاجه ما تبص معاكي اهو. فردت كده اهو الباذنجان بتاعي اهو، كمل فرده بالشكل ده كده اهو. بعد كده اهو هحط ايه، هحط ورق تاني بالشكل ده كده اهو. اهو هنحط ورق تاني. الورق بقى ده ليه؟ علشان خاطر الميه اللي هتنتج من الثلاجه تمصها الورق، الورق يمصها، الورق اقوى من الورق معايا اقوى من البتاع ده من المناديل. تمام. بصوا انا لسه جايبه الخيار، لسه جايباه وبصوا عامل ازاي، بصوا شايفين، ولسه جايباه والله بالواحده، يعني الجو صعب برضو. بصي لو في حاجه كده نشيلها عشان ما تبوظش معايا بقيه الخيار. الحاجه انا ما بغسلهاش، لما بطلع بغسل، لو انت عايزه تغسلي وتنشفي تمام، بس انا كده كده بحب اطلع الحاجه. بصي ما بلاقي حاجه كده بشيلها، بحب اطلع الحاجه عشان اغسلها. تمام. بالشكل ده كده اوزعه، وبعد كده اهو احط ورق تاني بالشكل ده. وبعد كده نحط تاني بالشكل ده كده اهو. برضو بصي لو في فلفله كده مش عاجباكي او حاجه نشيلها عشان بتبوظ الحاجه، خليهم كده بعيد عن بعض اهم. ونرجع نحط ورق تاني. انا معاكم اهو، مش عايزه اقفل الفيديو علشان تبقوا شايفين كل حاجه. معايا فلفل حامي اهو، هفرده برضو كده اهو بالشكل ده، وبرضو احط ورق، ولو عايزه احط تاني اي حاجه برضو احط لحد لما اخلص كله كده اهو مع بعض. عندي فاصوليا اهي، احطها برضو بالشكل ده، ما تحطهاش في الكيس، خليها كده متوزعه وعليها برضو اهو، وانا لما عاوز اخد هاخد اللي انا عايزاه. طيب دي كده طريقه حفظ. تعالوا اوريكم بقى بحفظ الطماطم ازاي، يلا بينا. الدرج الثاني تمام، هحط فيه برضو ورق كده من تحت، وهنبتدي نرص الطماطم
بصي يا ستي، الطماطم تخلي دي فيها، يعني يستحسن ان دي تبقى فيها بتحافظ عليها، ونخلي دي من تحت. مش عارفه واضح عندكم ولا لا، ممكن اجيبها لكم من هنا كده. بصي اهي بالشكل ده كده اهو، وهفضل ارص لحد ما اخلص اول صف، وبعد كده احط تاني ورق، وهكذا هكذا هكذا لحد لما اخلص كميه الطماطم كلها. بعد ما رصيت كده الطماطم كلها عملت معايا صفين، رحت حاطه ورق تاني. هنزل بقى بالكوسه اهي برضو كده، نرصها بالشكل ده، وبرضو نحط ورق. تمام اهو، نرص الكوسه. ممكن نرص جنب الكوسه الجزر بالشكل ده، وبرضو نغطي. نغطي برضو بورق بالشكل ده، نجيب ورق ونحط. عندي فلفل الوان اهو، نبتدي نرصه. طبعا كل حاجه زي ما قلت لكم انا بغسلها لما بطلعها، بحب اغسلها لما بطلعها. لما باجي اغسل الخضار بغسله ازاي؟ بجيب الطبق بتاعي وبحط فيه شرايح ليمون مع شويه خل مع الميه، واسيبهم منقوعين كده لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده بقى ابتدي اشطفهم تحت الحنفيه. تمام. عندي كمان جايبه قلقاس، هحطه برده في الثلاجه. تمام، هوسعه بس مكان عشان الضوء يقفل معايا اهو كده اهو بالشكل ده، لما اطلعه ابقى اقشره. بالنسبه بقى للبتنجان الرومي يا جماعه، البتنجان الرومي انا بلفه في ستريتش، او تحطي كل واحده في كيس من اكياس الثلاجه. تمام، علشان يتحفظ معاكي، مش هينفع نحطه كده. لو ما عندكيش ستريتش، اكياس من اكياس الثلاجه كده اهو، وراح حاطه فيها بتنجانيه بتنجانيه بالشكل ده، واربطها كويس وافضي الهواء منها واحطها عندي في الثلاجه. يعني لو ما عندكيش ستريتش لازم البتنجان كده اهو، هيتحفظ معاكي مش هيبوظ خالص. بس كده اهو. عايزه بقى اوريكم طريقه حفظي للخضره. تمام، اكيد انتم مستنيين لسه الفيديو علشان تشوفوا طريقه حفظي للخضره. تعالوا بقى اوريكم ازاي بنحفظ الخضره بتاعتنا، يلا بينا. ستي بالنسبه للخضره، تمام، بصي لازم تتنطف بالشكل ده من اي حاجه فيها حاجات صفرة كده اهو. تمام، اي حاجه مش نظيفه اهو، وبسيب الصاج بتاعها ده، ما بشيلوش، بخليه عشان ايه؟ لما اجي اقطع وانطف واغسل ابقى اشيلها. بس لو في اي حاجه كده مش عجباني ببتدي ان انا اشيلها كده اهو. طبعا انت اقعدي بقى كده على رواقه على الترابيزه ومعاكي كوبايه شاي كده، تقعدي بقى تظبطي. انا بعمل بسرعه، اكيد هيبقى فيها تنظيفه تانية، بس انا بوريكم يعني ان احنا نشيل كده اهو، وما نقطعش الجذور دي دلوقتي خالص اهو. تمام، ده بالنسبه كده مثلا للخضره كلها. ماشي، برده لو عندي الكرات، الكرات ده انا جايباه عشان هعمل بيه طعميه، برده لو في حاجه مش عجباني كده اهو هبتدي ان انا اشيلها ومش هغسله. تمام، اي حاجه كده مش عجباني هبتدي ان انا اشيلها وبرده مش هيتغسل. المهم هنضف الخضره بتاعتي كلها اللي انا جايباها بالشكل ده، برده الايه الكزبره والبقدونس والحاجات دي اشيل منها اي حاجه. بالنسبه ان انا عايزه احفظ البصل عندي، بصي هتسيبيها زي ما هي كده اهو البصله، بس اي حاجه بقى كده اهو، بس دي ما تقطعهاش. تمام، ما تتقطعش ولا تقطعي اي حاجه من الصاج، غير لو في حاجه كده اهو دبلانه ومش عاجباكي تروحي قاطعه كده الطرف بتاعها بالشكل ده، عشان ما تبوظش بقيه الايه بقيه الحاجه. وتسيبي دي اهم حاجه، وتنضفي بقى البصل بتاعك بالشكل ده. في معانا ايه تاني في الخضره؟ النعناع. طبعا هو النعناع دي بالخالص، يعني المهم ده ايه، لو نعناع يعني هنشيل منه الاخضر برده ونحفظه معانا، انما ده دبل كده خلاص هخليهم دول اعمل بيهم شويه شاي. بالنسبه للجرجير برده، الجرجير هننضفه بالشكل ده. لو معانا ايه تاني عايزه اوريكم، اي بقى حاجه خضره عايزه تنضف، هنضف الخضره كلها واوريكم بعد كده. هنحفظ مع بعض الخضره ازاي، هوريكي الاول كده حاجه حاجه. تمام اهو، هوريكي البصل اهو. بصي احط كده، اجيب ورق، اي بقى ورق عندك، وابتدي احط البصل كده اهو، وابتدي نلفه بالشكل ده. تمام اهو، وبعد كده بجيب اللي هو المنظم بتاعي وابتدي احطه بالشكل ده كده اهو. احط تاني ورق اهو، بصي احط كده ورق تاني، وبعد كده اهو هوريكي هحفظ الخضرة كمان ازاي اهي، واحدة واحدة. كله هيبقى بنفس الطريقة دي، الورق
بيبقى اقوى من المناديل. تمام اهو، جبت كده الكرات بتاعي واقفل كده عليه اهو، واحطه برضو بالشكل ده كده اهو. تمام، وكمان الخضرة بتاعتنا وريكم الخضرة ايه من غير غسيل. تمام، نضفناها بس. هبتدي ان انا الف الخضرة كده برضو عليها الورق، واقفل من هنا واقفل من هنا اهو. وبرضو هاجي في العلبة بتاعتي واحط الخضرة بتاعتي بالشكل ده. تمام، والعلبة بقى لازم يكون ليها غطا، ده اهم حاجة، تكون علبة او عندك علبة تلاجة اي حاجة يكون ليها غطا، وغطا محكم كده اهو بالشكل ده. تمام، ونتأكد ان هو اتقفل ويتحط عندي في التلاجة. الخضرة هتفضل 15 يوم خضرة، المهم ان انتي لو في اي حاجة مش حلوة تشيليها على طول. تمام، بالشكل ده. تعالوا بقى اوريكم حفظ الليمون عامل ازاي. العلبة بتاعتنا الجميلة برضو، ومعانا الورق الجميل بتاعنا ده. هبتدي بقى ان انا اقطع منه، اقطعه كده نصين. تمام، وابتدي اخد الليمون بتاعي بالشكل ده، واروح عاملة كده اهو كل ليمونة لوحديها في ورقة بالشكل ده. ليه بقى ما نحطش الليمون او نبقى حاطين من تحت ورق ونعمل كده زي ما انت عملتي في الطماطم ما بين كل رق ورق ليمون؟ علشان لو في ليمونة مش حلوة هتبوظ معاكي الليمون كله، فخلي بالك من الحتة دي. ناخد كده اهو، عندنا خير ربنا كتير في الورق. تمام، ونعمل بقى كده اهو، واخلص الكمية واوريكوا هعمل ايه. بقى كده الليمون كله بعد ما حطيته كده اهو في العلبة. تمام، ولازم برضو العلبة يكون ليها غطا بالشكل ده، وهنحطها في التلاجة تقعد معاكي 15 يوم 20 يوم زي الفل، الليمونة بوحدتها كده اهو. طيب لو انا عندي ملوخية بقى عايزة احفظها، احفظها ازاي؟ تعالي اوريكي. هي اهي، وادي الورق برضو، بس انا ما بقرطفهاش بقى. ليه؟ علشان لما بتتقرطف ما بتبقاش حلوة، يا دوبك بشيل الحتة اللي من تحت دي واروح لفة كده اهو عليها الورق كويس بالشكل ده اهو. تمام، وبرده في العلبه بتاعتي الجميله واحطها، بتفضل الملوخيه معايا اسبوع 15 يوم زي الفل ما فيهاش اي حاجه، برده احطها في العلبه وهغطيها معاكم. لو عندي بقى كرومبايه مش عايزه اعملها اليومين دول، احطها في التلاجة تقعد معايا كتير، اعمل ايه؟ تعالي اوريكي. اخر حاجه بقى معايا هجيب ورقتين برده. تمام، احط ورقه كده من فوق واحط ورقه من تحت. تمام كده اهو، واجيب كيس نظيف مش مستعمل قبل كده، ماشي، عشان ما يعملش معايا اي بكتيريا من جوه. وهبتدي ادخل الكرومبايه بتاعتي بالشكل ده كده اهو معاها الورق ده. ليه؟ عشان الورق ده هيحافظ على الرطوبه بتاعتها بالشكل ده. واروح ربطاها ربطه كويسه جدا، واطلع الهواء كله، واروح حطاها في التلاجة من تحت. تمام، تقعد معايا اسبوع زي الفل، وكل ما تعمل رطوبه او حاجه الورق هيمصها. تعالوا بقى نشوف بقى بعد ما رصيت التلاجة، تعالوا كده بقى نلقي نظره، يلا بينا. ده بقى التلاجة خلصت، ولسه مشغلاها دلوقتي حالا زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انا لسه لا جبت جبنات ولا جبت زبادي ولا جبت عصير ولا جبت اي حاجه، انا بس جبت خضار مش اكتر. كده كده كنت مروقاها علشان خاطر اظبط الحاجه اللي انا محتاجاها بقى. دي الحاجات اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي بتاعه الخضار اهي، اللي هي الخضره يعني. تمام كلها، وده هنا بيض، واللي ورا ده جبنه اسطنبولي، ودي الكرومبايه، وادي الدرجين اهم مليانين الخضار اللي احنا عملناه، وطبعا متعقمه بالخل، دي اهم حاجه. الحاجه بقى اللي باب الثلاجه، تعالوا كده بقى استكشفوا كده جيجي بتحط ايه في باب الثلاجه، وقولوا لي انت بتحطوا ايه وايه اللي ما بتستغنوش عنه. طبعا ده هنا بيض، دي معروفه، وفي باقي بيض اهو. تمام، ده العلاج بتاعي. تمام، بحب احطه في الثلاجه ان دي ابر، فدي دايما بحطها في الثلاجه. عندي هنا اهو ده برطمان مربى، مشمش، ودي الصلصة، ودي الطحينة، ودي علبة جبنة، ودي عندي دي كريمة لباني بودرة. تمام، بستعملها. دي الهريسة، ودي عندي المستردة. تمام، ودي عندي بيكنج باودر، ودي التونة، ده محلول ملح بستعمله برضو. وده عندي البقسماط الناعم، ودي عندي بكليات، الاتنين دول بكليات، ودي كاتشب، وده زيتون، ودي كريم جانتي سايب،
وده بتاع الصوصات يعني، ودي قالب زبدة، ودي طحينة، ودي برضو زي دي اسمها هريسة. تمام، بصوا بقى الزراير دي، تمام، عشان الناس بتسأل دي لو انت عايزة درجة التهوية قد ايه عندك على الخضار بتاعك. تمام، درجة التهوية قد ايه، انا بخليها مفتوحة عشان يبقى فيها نسبة تهوية. بتسألني عندها تلاجة زي دي وعايزة تعرف ايه احسن درجة حرارة للشتاء. بصي يا ستي، هتدوسي على دي كده اهو وتعملي الفيشة. تمام، نظام الفيشة ده هو ده اللي يخليش الحاجة من تحت تجمد ولا اي حاجة، ده الوضع بتاع الشتاء. تمام، وهنا كمان هعمل الصوت ده علشان لما يجوا يفتحوا التلاجة اعرف ان هما فتحوها، وتقعد تزن علشان ما يفتحوش التلاجة وينسوها وتفضل مفتوحة. ده الصوت علشان لما التلاجة تفضل مفتوحة تفضل تزن. تمام، انا كنت قافلاه، دلوقتي انا فتحته اهو، وكده شغلنا التلاجة بالشكل ده. ويا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم، ويكون كده اداكم طاقه، وقوموا يلا اعملوا التلاجات بتاعتكم. كل واحده كده تقوم تفتح لي التلاجه بتاعتها وتقول لي راضيه عن منظرها ولا لا. تمام، فشوفوا كده وقوموا كده اعملوا وظبطوا الدنيا، وحطوا لايك واعملوا شير، وبحبكم قوي 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 حبايب قلب جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلب جيجي. مع السلامه.